أضخم موقع للإسكان الاجتماعي يتم تنفيذه في مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة 800 فدان، حيث يجرى تنفيذ 43,000 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وسيتم تنفيذ 8,000 وحدة نهاية الشهر المقبل. مشروع الإسكان الاجتماعي عبارة عن وحدات سكنية بمساحات 90 متر 3 أوض وصالة، متشطبة من أنواع أجواد الماتيريال اللي بتستخدم في التشطيبات، مطابقة تماما لمعايير الجودة والمواصفات. المشروع ما بنسلموش وحدات سكنية وفقط، المشروع بيتم تسليمه مكتمل أعمال اللاندسكيب اللي هو تنسيق الموقع، مكتمل مرافق مية وصرف وغاز، مكتمل خدمات، بحيث المواطن اللي هيجي يستلم الوحدات السكنية هيلاقي فيه وحدة صحية، هيلاقي فيه سوق تجاري، هيلاقي فيه حضانة، هيلاقي فيه مدرسة تعليم أساسي هيتم تشغيلها في الموسم الدراسي العام القادم. بالنسبة لمشروع الطرق، هو بدأ من شهرين تمام، وبإذن الله يتم تسليم مشروع الطرق مع تسليم باقي المشروع المحدد له شهر يونيو 2018. تكلفة مشروع الطرق 183 مليون جنيه. ده بيحل مشكلة من الشباب، من جزء من السكن الاجتماعي كويس جدا، واعتبر بدل غلاء السكن والإيجارات والحاجات دي كشاب بياخدها في متعاون الجميع. يعني مشروع عمل برضه يعني إنجاز، ويعني حاجة حلوة، ونظام الشياكة كل حاجة متوفرة. يعني أنت يعني عايش في دولة كل حاجة متوفرة فيها، الدنيا حلوة. ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي مشروعا متكامل الخدمات، لأنه يتضمن توصيل المياه والكهرباء والغاز، ويضم عددا من المراكز التجارية ومركزا للشرطة، فضلا عن وسائل النقل التي تربط المشروع بجميع أحياء المدينة.